أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أمام البرلمان الأوروبي أن الرئيس جورج نابوليتانو سيتقاعد عن منصبه خلال الساعات المقبلة، في خطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام عملية بحث محفوفة بالمخاطر عن خليفة للرئيس الذي قاد البلاد لثماني سنوات. أريد الحديث عن جورج نابوليتانو، رئيس جمهورية إيطاليا وأحد الملتزمين بفكرة أوروبا، والذي في الواقع سيترك منصبه في القريب العاجل. وأعيد انتخاب نابوليتانو لولاية ثانية عام 2013 بعد فشل القادة السياسيين في اختيار رئيس جديد بسبب برلمان معلق أسفرت عنه الانتخابات العامة أنذاك، وحتى اختيار خليفة لنابوليتانو لن يتمكن البرلمان من التصويت على أي قرارات بما في ذلك إصلاحات دستورية تسعى حكومة رينزي لتمريرها.